اليوم هو عيد تحرير سيناء، وبهذه المناسبة قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ذكرى تحرير سيناء تحل علينا هذا العام، وهي ونحن نواجه إرهابا خبيثا يحاول تحقيق أهداف خبيثة ويحاول تهديد الاستقرار والأمن بها، إلا أن مصر وشعبها لديهما إصرار لا ينضب وعزيمة لا تلين على مواجهة هذا الإرهاب. وأضاف الرئيس في كلمته للأمة بمناسبة عيد تحرير سيناء إن القوات المسلحة تخوض معارك شرسة وبلا هوادة بالتعاون مع الشرطة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار تمهيدا للقيام بتنمية شاملة بسيناء، وأكد إن مصر لن تسمح لأي قوة بأن تفرض نفوذها عليها وعلى العالم العربي. وأشار السيسي إن مواجهتنا للإرهاب والتطرف لا تقتصر على الداخل المصري، وإنما تتم في منطقة صعبة وسط انقسام طائفي وغياب الأمن وزعزعة الاستقرار، مؤكدا إن مصر لا تملك الانعزال عن قضاياها. الأخوة والأخوات أبناء شعب مصر، إن مواجهتنا للإرهاب والتطرف لا تقتصر على الداخل المصري، بل تتم في منطقة صعبة تموج بالأزمات والتحديات والمخاطر. وسط أمثلة عديدة من حولنا للانقسام الطائفي وغياب الأمن وإراقة الدماء وزعزعة الاستقرار، إن مصر لا تملك الانعزال عن قضاياها أو تجاهل انعكاساتها على الأمن القومي الذي يرتبط بأمن واستقرار الشرق الأوسط وبأمن الخليج العربي والبحر الأحمر ومنطقة المتوسط، فضلا عن الأوضاع في الدول الأفريقية لا سيما دول حوض النيل. إن مصر لن تسمح بتهديد أمنها القومي، ولن تسمح بالتعاون مع أشقائها العرب لأي قوة تسعى لبسط نفوذها أو مخططاتها على العالم العربي بأن تحقق مآربها. أقول لأبناء بلادي إن علينا استلهام دروس معركة التحرير، فلقد انتصرنا بالإيمان وبالأخذ بأسباب العلم والعمل. حين توحدت صفوفنا وتغلبنا على محدودية الموارد وأحبطنا محاولات التشكيك في قدراتنا والتحكم في إرادتنا، إن تحرير سيناء يقدم مثالا حيا على أن الشعوب قادرة على تجاوز أسباب الضعف لتواجه تحديات العدوان بتضحيات أقوى وتجعل ثمنه فادحا وآثاره وخيمة. فصون الاستقلال الوطني وحرية القرار والإرادة يتطلبان قوات مسلحة قوية مجهزة بأحدث الإمكانيات ومدربة على أعلى المستويات ومؤمنة إيمانا قويا بمسؤوليتها في حماية الوطن والدفاع عن مقدراته والمساهمة في تعزيز وضعيته بين الأمم والشعوب. أقول لكم ونحن نحتفل بذكرى تحرير سيناء إن قواتنا المسلحة هي صخرة الوطن التي تحطم عليها كل من أدمر لمصر الشر والسوء. فتحية لرجال القوات المسلحة البواسل، وتحية لكل من ساهم في معركة تحرير سيناء حربا وسلاما، كل من فاضت روحه طاهرة زكية، وكل من خضبت دماؤه أرض سيناء لترويها فتطرح أمنا وسلاما. تحية لأرواح شهدائنا الأبرار وبطولات أبنائنا الشجعان. إن يوم تحرير سيناء سيظل بإذن الله يوم عيد لكل المصريين، تخليدا لذكرى الانتصار والسلام القائم على الحق والعدل، ودليلا عمليا على قدرة مصر على استرداد أرض الوطن وحمايتها والزود عنها ضد أي تهديدات تواجهها. ستظل مصر بشعبها العظيم عزيزة أبية، مصدر فخر لأبنائها ويدعون لأمتها العربية. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.